الموضوع بخص المبنى يلي عملنا عليه أفر جمعة الماضي، وأنا هو عم فتش على مقاطع من كلمة الرب رجع على بالي سفر حجي إصحاح واحد، وتذكرت بأنه من حوالي تقريباً 5 سنين شوي أكثر وأقل عملنا أفر على مبنى تاني، وعصت هيدي الوعظة اللي قدامكم اليوم رح عيدها تقريباً، هي زي تغيرت فيها بعض الأمور اللي بتلاقي حاجتنا اليوم، ولكن شفت أنه يمكن البعض منا نسي هذا الموضوع أو البعض منا ما سمعه، فضروري نرجع نذكر مع بعضنا هذا المقطع من كلمة الرب، في ريت كل واحد منا بقلبه يصلي يقول له يا رب أنت وصل لي درس لحياتي اليوم. الرب بده يباركنا بنعمته إن الله راد بهذا المبنى، صلنا سنين عم نصلي عم فتش وعم نعطي ونقدم، حتى بالحقيقة يمكن قبل ما كتار منا موجودين كانوا هون بالكنيسة، قبل ما أنا أجي في أخوة كانوا عم بيقدموا وعم بيصلوا، فإذا هيدا المبنى هو نتيجة تراكم هالسنين من الصلاة والتحضير فلابد أنه في بركة عظيمة من خلاله، مش المبنى اللي بيجيب كنايس، الكنايس بتجيب مبنى، أمين؟ شعب الرب اللي بيجيب مبنى، لكن المبنى بيكون ضروري أحياناً لأجل حرية العبادة، فخلينا باهتمام نسمع لكلمة الرب. نفتح مع بعضنا لسفر حجي ونوقف نقرأ من كلمة الرب. في السنة الثانية، عم بقرأ من إصحاح واحد العدد الأول، في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر، كانت كلمة الرب عن يدي حجي النبي إلى زربابل بن شألتئيل واليهوذا وإلى يهوشع بن يهو صادق الكاهن العظيم قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. فكانت كلمة الرب عن يدي حجي النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشات وهذا البيت أي بيت الرب خراب؟ والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طريقكم، يعني فكروا، اجعلوا قلبكم وفكروا بطرقكم، طرق حياتكم. زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طريقكم، اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه وأتمجد قال الرب. انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا يقول رب الجنود؟ لأجل بيتي الذي هو خراب، وأنتم راكدون كل إنسان إلى بيته. لذلك منعت السماوات من فوق الندى ومنعت الأرض غلتها، ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. ليبارك الرب كلمته لألنا، تفضلوا بالجلوس. إعادة بناء بيت الرب، كان بيت الرب مهدوم لأنه حصل السبي وانهدم، راحوا على السبي بعد 70 سنة، رجعوا على 3 مراحل ورجعوا وابتدأوا يبنوا شوي بالبيت شوي بالسور، ووقفوا لأنه رأيهم كان أنه هلأ بالأول أنا عندي بيتي بدي أبنيه، لأنه أجوا مش بس مدينة كانت كلها تدمرت، لما راحوا على السبي ألاف من الناس رجعوا، مش بس الهيكل مش بس السور مهدوم، لكن بيوتهم كمان مهدومة، ففكروا قالوا خلينا بالأول نبني بيوتنا. بعدين لما بنوا بيوتهم قالوا مثل ما الرب هون قال لهم: فكانت كلمة الرب عن يدي حجي النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشات وهذا البيت خراب؟ ليه؟
قال لأن هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. يعني قالوا هلأ بنينا بعد نتفي شو رأيكم نبني الهيكل؟ قال هلأ بدنا نظبط الجنينة بعدين شو رأيكم نبني بيت الرب؟ قال هلأ لازم نظبط يمكن الحقل ونزرع بعدين هلأ لازم نغش البيت نعمل له ديكور انتيرير ديزاين. بس بيت الرب خربان. السؤال هو بماذا مشغولون نحن؟ شو اللي شاغل قلبنا وحياتنا وفكرنا؟ هل بيت الرب أم بيتي؟ لما نحكي عن بيت الرب مش بالضرورة هل عم نحكي عن مبنى، بس مش ضرورة مبنى. قال وبيته هو شو قولوا معي؟ نحن. أي شيء بخص عمل الله هو بيت الرب، هو عمل الرب. شو اللي شاغلنا؟ شو رقم واحد بمشغولياتنا؟ منطلع يا حبة على الكتاب المقدس ونشوف كل رجال الله اللي الرب باركهم وعملوا فرق بحياتهم بحياة اللي من حولهم والحد اليوم نتعلم منهم. كانت العلامة الفارقة عندهم أنه عندهم مذبح يعبدوا الرب من خلاله، عندهم مذبح يعبدوا يقدموا ذبايح ويعبدوا الرب من خلاله. بنقرأ هالشيء، بنقرأ هالشيء عن إبراهيم، بنقرأ هالشيء عن يعقوب وغيره وغيره وغيره. يبنوا مذبح. إبراهيم ما بني بيت لأله، بس وين ما راح كان يبني مذبح، كان ينصب خيمة لأله، بس يبني مذبح للرب. نطلع بالعهد القديم نشوف إنه لما الشعب خرج من أرض مصر شو كانوا؟ بدوا رحل، طالعين معهم هالشوية الأغنام وكل واحد حاطط يمكن على حماره أو على جمله خيمته، واربعين سنة بالبرية، يعني لا في معامل خيام ولا 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 عم بجدوا خيامهم أو تيابهم أو غيره. شو الشكل تعتقدوا؟ شو منظر وشكل خيام عبيد هربوا من أرض مصر؟ أمور رثة تعبانة. الرب قال لهم بتعملوا لإلي خيمة غير شكل. وأنا ذكرت الشيء من قبل، لو أنت صار لك أنه تطلع على جبل حريب أو على شي جبل من هالجبال ببرية سينا وتطلع على شعب إسرائيل كلهم يعني منتشر بهالبادية، وكان في انتشار مش هيك يعني فايتين بعضهم، نو بيقول لهم ثلاث أصباط من فوق، خيمة الاجتماع كانت بالنص، ثلاث أصباط عن الغرب عن الشرق عن الجنوب بيقعدوا بترتيب، تطلع فيهم كلهم بتلاقي شوية قماش وشوية خيام، لكن بالنص في خيمة وحيدة مجيدة. من شو كانت مصنوعة؟ قولوا معي، من الذهب ومن الفضة ومن النحاس بهذيك الأيام، وإسمنجوني وتطريز وخشب الصنت وغيره، يعني أحسن ماتيريالز. كنا بحكي هيك مع كم أخ بهالجمعة الماضية، هلأ عم بحكي كنت مع أخ إميل عن الكهرباء، شو بدنا نعمل الكهرباء، شو بدنا نعمل الإير كونديشن، شو بدنا نعمل إذا رحنا، إذا لازم نركب إير كونديشن حقه 20 بدنا نجيب اللي حقه 30، إذا بدنا نجيب كرسي حقه 20 بدنا نجيب اللي حقه 30، لأنه بليق ببيت الرب نعمل أحسن شيء فينا نعمله بنعمة الرب. يمكن ذكرت بالماضي انه بلبنان لما خلصت الحرب وكان مبنى الكنيسه اللي كنت اخدم فيها كان جاي كذا صاروخ يعني مضروب، وبلشنا نصلح نصلح نصلح، فصاروا الاخوه يتبرعوا، مثلا حدا يتبرع بفرن للمطبخ ويتبرع بكنباي. اكتشفت في بعض الاشياء عم تجي على الكنيسه يلي الاخوه ما بيرضوا بقى يحطوها ببيتهم. قلت لهم يا حبه بترجاكم توقفوا انه تجيبوا زبلتكم على الكنيسه، روح قدم الكنباية المخلوعة لأمك لبيك شو إذا بيرضى فيها. بيت الرب بده يكون أفضل من بيوتنا بنعمة الرب. أمين؟ هذا مش كلام وشعائر، هي حقيقة واقع. تقولي الرب يهتم بالماتيريالز؟ الرب ما بيهتم بالماتيريالز، بل نحن نهتم نكرم الرب. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك. وقال ملعون الشخص يلي عنده خروف منيح هيك ومنقول ملزلز هيك كويس وبروح بيجيب رقم اثنين بيقدمه للرب، ملعون. مش بس خيمة الاجتماع، من بعدها بنى هيكل على أيام سليمان، وسليمان بنى هيكل مجيد جدا وكان أفضل بناء موجود بكل شعب إسرائيل بهذاك الوقت. بنيو هيكل إذا بتقرأ عن صفاته كان رهيب. ومن بعد رجوع من السبي نفس الشيء، لدرجة استخفوا بالمسيح لما المسيح قال انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في ثلاث أيام.
ففكروا عم يحكي عن الهيكل تبع أورشليم، قالوا له هيدا 40 سنة قضوا يبنوا فيه، أنت بثلاث أيام بدك تقيمه. لكن هو ما كان عم يحكي عن هيكل أورشليم، كان عم يحكي عن شو قولوا معي هيكل جسده، أنا بدي أقيمه بعد ثلاث أيام. بماذا مشغولون نحن؟ أولا الله يتكلم، ولما الله يتكلم على شعبه أن يطيع. أربع مرات هون بيقول بهذا الإصحاح ثم كلم الرب، ثم كلم الرب، فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا، وبيذكر أيمتى الوقت. وإذا بتطلع أربع مرات، أول مرة اثنين ثلاثة أربعة، بتشوف أنه خلال شهرين إجت كلمة الرب لإله. قول للشعب، قول للشعب، قول للشعب. كان كل القول للشعب هو تحدي للشعب أنه مش صح أنه تقوله ما جاء وقت بناء هيكل الرب. شو هو الوقت؟ الوقت هو نبني بيوت مغشات، وهذا البيت خراب، بيت الرب كان خراب. أربع مرات الرب بيتكلم. فإذن الرب لما بيتكلم بيتكلم وبيرجع بيتكلم وضل ورانا وبيحكي معنا. كيف بيحكي معنا؟ يمكن حدا منا بيسمع صوت ربنا بضميره، حدا بيقول أنا حسيت الرب عم بيكلمني، لكن أنا بظن الرب بيتكلم من كلامه يا أحبة. كل ما كتب هون بهالكلمة هي بالكتاب المقدس كتب لأجل تعليمنا نحن، حتى نقارن نشوف شو الرب كان رأيه بشعبه بهيداك الوقت أمام بناء هيكل الرب، فإذا بيكون رأيه مماثل اليوم. يعني أنا إذا عندي ولد مثلا فرضا افترض ولاد صغار، وابني ما تواخذوني بزق على رفيقه وجيت أنا شمطت له دينته، فلازم ابني الثاني يفكر إن إذا أنا بزقت على رفيقي جيتني شمطة ديني، بتعتقدوا هذا استنتاج محله؟ استنتاج محله. فهذا اللي انكتب هون كيف ربنا تعامل مع شعبه، كيف تعامل مع ناس ومع أمي ومع هيدا، لقلنا نحن نتعظ منه ونتعلم منه اليوم. فالرب بيريدنا نصلح سلم أولوياتنا في حياتنا. ما بيرضى الرب يكون رقم اثنين أو رقم ثلاثة، أو يمكن مش موجود على الليستة بالخالص عند البعض. الرب يريد دائما أن يكون رقم واحد في حياتنا. اثنين، لازم نعتبر انه عمل بيت الرب هو عمل كل واحد منا. بهالجمعة الماضية عدة مرات حدا يقول لي مبروك لكم قسيس، او يعطيكم العافية قسيس، دغري يقول له مش مبروك لنا، مبروك لك، يعطيك العافية انت، هيدا مش يعني برافو عليكم، مش برافو عليكم، برافو علينا، هيدا لقلنا، هيدا نحن، مش القسيس. القسيس عنده دور يمكن يوقف يوعظ يعلم، حدا تاني عنده دور تاني يعلم مدرسة أحد أو غيره، لكن هيدا بيتنا، أمين، هيدا عملنا، مش أنتو الكنيسة اشتروا. وعى تسترجع تقول اشتروا كنيسة، بتقول اشترينا، أمين، هيدا بيت الرب، هيدا عملنا. لما ما بتحس ما عندك sense of ownership، يعني الشعور انك انت مالك هالبروجكت، انت جزء منه، هيدا بيتك، ما بتكون عم تفكر مسيحيا صح، لانه هيدا عمل الرب، عملنا. ما حدا منهم قال ما بدنا نعمر، ما حدا منهم قال ما بدنا نتبرع، بس كله عم بيقولوا مش هلا، مش هلا، مش هلا، وبعدين. أين تجي هل بعدين؟ تذكر بحياتك، بحياة ناس تعرفه من حولك، كم مرة أنت حبيت أنك تعمل شيء بحياتك وعدت الرب تقدم أو تعطي أو تخدم أو تحقق شيء بحياتك، بس ناطر يجي الوقت المناسب وصار لك سنة واثنين وعشرة ويمكن أكثر. الوقت تعرف أمتى الوقت المناسب؟ الوقت المناسب ما بيجي، أنت بتعمله للوقت المناسب. هو هذا الآن وقت مقبول، هو هذا الآن يوم خلاص، اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم، لأنه بكرة ما حدا بيعرف إذا بيجي علينا. ما تماطل، ما تأجل. كانوا مهتمين بدوكرة، دوكرة بيوتهم، كلمة ديكور، تزيين بيوتهم. و مش بس لأنه عم نشتري مبنى كنيسة، أنا اليوم بدي أحكي بشكل عام عن العطاء. وانت تعرف يا أحبة في بعض المواضيع نحن دائما نوعظ عن مواضيع روحيات، بس في بعض المواضيع نتعاطى معها من مرة لمرة، وما مريد حال يفكر نحن أبدا ككنيسة عم نضغط على حدا يعطي. المعطي المجبور بيقول المعطي شو قوله معي؟ المسرور، ولا المأهور، المسرور يحبه الرب. لكن
يعني وقت نستعمل هالأمثلة بس للمقارنين، إنه واحد منا بياخد عائلته بروح وين بكون تروح وما روح على ما بعرف مطعم على منروح بنقعد ناكل بندفعلنا $100 منقوم ما نحس حالنا عملنا شيء عظيم. بس لما تجبك تعطي $100 للخدمة يمكن تحس إنه يعني بدك مين يفلت لك إيدك فلتها من إيدك. بحكي أنا بالموقف هذا مش صح، هذا مش مزبوط. مندفع كتير أمور هون وهون وهون. وأنا بدي لكم يا أحبة وأنتوا بتعرفوا هالشي بس للتذكير أني أنا ما بعرف ولا بريد أعرف مين بيعطي وقديش بيعطي، لكن بحكيكم كلمة الرب. وقت بيحكي بالكتاب عشور مش معناتها عشور معناتها يعني اللي بيطلع عبال، العشور يعني 10% of your income، 10% من مدخولك. في شخص مرة بالزمانات بلبنان قال لي أسيس صار صعب ادفع عشور، قلت له ليه؟ قال لي من قبل كنت شغلي صغير كنت طلع قليل، فإذا دفعت مثلا $20 عشور 200 كانوا هينين. قال لي هلا بيجي بآخر الشهر ربنا فتح بوجهه فتح بوجهه، قال لي بيجي بإذا ادفع عشوري بحس بدي ادفع لي شيء $1,000 اللي كتار صاروا. قلت له بس ما تنسى انه مقابيل الألف يلي هني عشور في مقابيلهم 9,000. فلما بيكون صغار هيك قليل هين نفلتهم، لما بيكتروا بس خيي حبيبي صحيح انه كتروا اللي عم تعطيهم بس مقابيل كل واحد عم تعطيه في 9 الله عطاك اياهم. روح امتحن زيتك خيي، في ناس بيقولوا قبل التاكس بعد التاكس بترك لك اياها انت تفكر فيها، لكن هل انت عم تعطي عشور وتقديمات؟ ولا مرة بحكي عن العشور لحالها، دايما بقول العشور والتقديمات، العشور والتقديمات، العشور والتقديمات. شي مرة إذا بتحبوا بشي اجتماع درس كتاب بقدم لكم دراسة اللي مرة عملتها العهد القديم قديش كانوا يدفعوا، كانوا يدفعوا فوق 50% من مدخولهم. هودي أهل الناموس، نحن أولاد النعمة. بتقول لي كيف كانوا يدفعوا 10%؟ كانوا اللي يتركوا أطراف حقولهم للأيتام والفقراء، مش لازم يحوشوا كل شيء، والأول أطفل للرب وأول عجل للرب ومقابيل كل ولد بخلفه بيروح بيقدم تقديم للرب. مرتين لازم يظهروا قدام الرب ونجيبوا معنا عجول أو خوريف أو كل حقه مصاري بوقت الكفارة بوقت الفصح. كل ما بده يستشير الرب بده ياخد تقدمة، كل ما بده يقدم هيك عباد للرب بده ياخد معه زبيحة وتقدمة إلى آخر إلى آخر، يجمعهم مع بعضهم بيحرزوا. في أخ قال لي بس أنا أسيس مع ميبقى معي مصاري أدفع عشوري. بتعرفوا ليه؟ لأنه أنا بظن البعض منا لما منبرمج حياتنا ما منبرمجها على أساس أنه العشور جزء منا. يعني أنت إذا بتروح تشتري بيت مثلاً ب300 أو 400 أو 500 بتبرمج بتقول في عندي هالقد تاكس، في عندي هالقد للسيارة، في عندي هالقد كهرباء، في عندي هالقد إنشورز، عندي هالقد الأكل، وساعتها بتقرر ضمن معاشي هل لازم أشتري بيت ب300 أو ب200 أو ب500. فلو انت حطيت ضمن البادجيتنج تبعك العشور كنت اشتريت بيت بقلب 20-30 ألف حقه يلي كمان فيك تعيش فيه وقدرت تكرم الرب. بس لانه العشور ما كانت ضمن اولوياتك يمكن، واللي بفكر انه اذا بقي معي بكرم الرب يمكن ما يبقى معنا. هل نحن عم نصيب الهدف في حياتنا؟ الكتاب بيحكي عن عدة اشخاص يلي كانوا مدعوين من الله they missed the target. شمشون بدل ما يستخدم قوته لمجد الله استخدمها لشهواته لذاته. يونان بدل ما يفرح بخلاص أهل نينوى فرح باللقطينة وزعل على اللقطينة وما كان زعلان على هلاك أهل نينوى. الرجل الغني كان فرحان بمصرياته ومتكل على تدينه، لكن لما عرف إنه لازم يعطي مصرياته منشوفه فل حزين. الفريسيين قالوا خير إنه نقتل يسوع ونتخلص منه على أنه يجي الرومان وياخدوا مركزنا، المركز كان عندهم أهم شيء. ديماس قال ترك الخدمة بيقول بولس ليه؟ لأنه حب مجد العالم. قولوا معي شو الحاضر بدل ما يحب مجد الله. وبولس بيقول الجميع الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. كل شيء عم نسعى لأجله بهيدي الدنيا نشكر الرب، الرب عطاك إياه، عطاك عائلتك، عطاك مرتك، ولادك، عطاك بيك، أمك، عطانا السيارة، وإن شاء الله يعطيك أكثر كمان، نشكر الرب. بس هودي كلهم الرب عطاك إياه لتمجدوا فيهم، هو كلهم عطاك إياه بس يوم الأيام رح تتركهم هون لحدا غيرك ورح بتفل من هيدي الدنيا. هل تطلب ما هو لنفسك أو ما هو ليسوع المسيح؟ ثالثا منشوف إنه الرب وقت الإنسان ما ببارك الله
الله ما ببارك الإنسان. ما قالنا إذا أنت بتعطي واحد للرب رب عطاك ما بيله تسعة. فالعطاك التسعة بيقدر يخ منك واحد واثنين وثلاثة وأربعة. مرة خادم كبير للرب كان ختيار عم يوعى، كانت آخر وعظة سمعت له إياها، قال إذا أنت ما أعطيت عشورك للرب عنده طرق كتير يخدون منك، عنده طرق كتير. ما عم تصور الله هيك شيء واحد يعني شخص طاغي، لا. ساعات بتلاقي حالك عم تركض وما عم توصل وما عم تحقق. ليه؟ لأن فكر البركة بتجي من قوتك أو بتجي من حكمتك. هون بيقول بالآية 6 قال زرعتم كثيرا دخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفعون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. مثل عم بيعبي بالكيس بس الكيس من تحت منقور مثقوب. مين اللي نقر الكيس؟ الرب بينقره للكيس. كم مرة حسيت حالك بترقع من هون بتتشاطر من هون بس بالآخر كله مثل بيقول سليمان الحكيم بالجامعة، الكل باطل والكل قولوا معي شو؟ قبض الريح، هوا عمين على وجهي مبسوط فيه بقبضه. ما فيك تقبض الريح، الريح بتتمتع فيه بالوقت اللي هو موجود فيه، انتهى الموضوع. الرب بينقر الكيس أحياناً، وإذا ما نقر الكيس أوقات بتكدسهم. قال لما جمعتون قال أن نقرت الكيس وبعدت الجراد واليرقان واللفح، أمراض بتصيب المحصول. قال واللي جمع منكم جمعتوه على البيت، أنا شو عملت فيه؟ نفخت عليه. الواحد عم جمع شغلي هيك، جمعهم ريش ورجعوا طاروا. مش معقول أسيس عم جرب بس مش عم تزبط معي، لأنه الرب مش الأولوية ربما بحياتك، مش بس على مستوى الدفع المالي لكن ربما على المستوى أيضا التكريس والخدمة. بالآية 10 بيقول لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها. يعني يما أنه ما بيخلي يصير في غلة، يما إذا صار في غلة بتروح، لأنه يفكر بذكائك أو يمكن بحكمتك أو بتصميدك أو يمكن لأنك عم تسعى لأجل هيدي الدنيا بالدرجة الأولى وخدمة الرب ترك وراك. بالآية 11 بيقول ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. ما فيك تتشاطر على ربنا، ما فيك تزيك على ربنا، سلم للرب، كرم الرب والرب بيكرمك. قولوا أمين يا حبا. عدة خدام عدة وعاز عبروا عن وبعت التعبير بمحله. الرب بيقول بكل الكتاب لا تجرب الرب إلهك. مرة واحدة قال جربوني، بتعرفوا بشو؟ بالعشور. قال مش صدقني أنا بقدر باركك؟ بتفكر إن إذا عطيت يمكن ينقص عنك؟ جربوني بهذا قال رب الجنود، إن لم أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم ببركات، قولوا معي شو؟ حتى لا توسع. تعطوا كيلا فائضا مهزوزا ملبدا يعطى في أحضانكم. بس تعرف شو بدأ العملية؟ ما بدأ مصاري، ما بدأ معاش أكبر، بدأ إيمان وبدأ ثقة بالرب. كلام حلو أسيس بس هل بيتطبق؟ طبعا بيتطبق، لأنه اللي وعد فيه حي. الحل يبدأ أحبائي في القلب. أكثر من مرة بيقول لهم أربع مرات الحي بيقول له اجعلوا قلبكم على طريقكم، يعني رجع فكر بطريقك وصلح قلبك من جديد، صلح توجهاتك في الحياة من جديد. الإصلاح ما بيبدأ بالجيبة والحسابات بالكالكوليتر، بيبدأ بالقلب. يا حبا أنا خيكم الصغير خدمكم بالمسيح، ياما اختبرت أني أعطي عشوري ومتأكد ما رح تزبط معي بحسابات. جيب حيالة كالكولاتريس دقيقة أو مخربة بيقول لك حساباتك غلط وما رح تكفي لآخر الشهر، بس ربك بكفي، مش لآخر الشهر، لآخر الدهر كمان. لينا حي. كل الكتاب بيعلمنا يا أحبة أنه مش بس مطلوب من شخص أنه يتكرس أو أشخاص يتكرسوا، لكن التكريس هو عمل كل شعب الرب بكل فئاته. منشوف الإصحاح 2 والآية 4 قال فالآن تشدد يا زروبابل
اللي هو كان الوالي اللي كان صورة المسيح. يقول الرب تشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، هذا كان الليدر المدني والليدر الروحي، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعلموا واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود. الكل بده يتشدد، أمين؟ خلينا نتشدد ونقوم للخدمة، مش بس عم حمسكم لطاعته، لكن عم حمس كل واحد منا لحتى نعطي قلوبنا وحياتنا وتكريسنا للرب، يكون هو الأول بحياتنا. وهذه كلها اللي منفكر فيها شو بصير فيها، قولوا معي، تزاد تضاف لكم يا حبة. مش بس نحن شو منعمل، لكن شو عم نعلم أولادنا؟ هل بحياتي ومسلكي وعطائي وأولوياتي أنا معلم ابني إنه الرب الأول، إله الأفضلية، إله البكورة؟ الطقس الحلو لما يكون في النهار طقس حلو مثل هيدا، ما منغيب على الكنيسة، بهنيكم الموجودين اليوم. ما عم أقول كل الغايبين غلطانين، لا، يمكن واحد أخذ له فاكيشن صحتين عقلبه هيك، بس لما بيزبط الطقس بخفوا العباد، ولما بصير في تلج ما بدنا نروح، تعال نروح على الكنيسة. الرب إله الأولوية. هل عم نعلم أولادنا؟ نهار الأحد ما منغيب عن الكنيسة، نهار الأحد مش مشان الباربيكيو، الأحد مش مشان التكزدور. هلا إذا حبدنا وهيك بعدين رحنا على البارك وعملنا شركة، هذا صار شيء تاني. نحن عايشين بزمن اللي ما بقى في شيء، ما بعرف شو بدي أحكي بعد، ما بقى في مبادئ، ما بقى في أصول، ما بقى في صح، ما بقى في غلط، كل واحد يعني ما يحسن في عينيه، ما بقى في تعليم، ما بقى في 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 نهار الرب، وقت العبادة، اجتماع، خدمة بالأول، ما بعرف كيف صارت العملية. ما عم بحكي عني وعنك، عم نحكي بشكل عام. الرب يساعدنا يا حبا نشدشد حالنا، أمين؟ نشدشد حالنا ونكون بركة لأولادنا أيضا. مش بس بدنا نبني كلنا وبدنا نبني من القلب، ولكن بدنا نبني بتضحية. اسمعوا لكم يا أحبة، أرجوكم سجلوا عندكم هيك على شيء ورقة أو أول كتاب وفكروا فيها دائما. أي خدمة بتعملها بدون تضحية هي خدمة هزيلة غير مقبولة قدام الرب. أي شيء بتعمله من فضلتك لأنه فضلي أو لأنه تعود أو لأنه واجب، هيدا غير مقبول قدام الرب. إذا الشيء ما عملته الرب ووجعك شوي، تعبك شوي، عرقك شوي، كسر من زيتك شوي، هي خدمة غير مقبولة عند الرب. قديش ضحى إبراهيم؟ إبراهيم ضحى بابنه حبيبه وحيده الذي يحبه، ابن المواعيد، ابن الانتظار، ابن سارة المحبوبة، قدموا للرب. اللي بس ما قدموا، قدموا الرب حفظه، بس هو من قلبه قدموا. هل عم نبني بهذه الأيام من كل قلبنا يا حبة، من كل مشاعرنا، من كل حماس؟ هل عم نخدم من كل قلبنا؟ لو نعمل شيء بنعمله بكل غيرة. هل بتحرك قلوبنا أنه نشوف منظر مثل هيدا؟ هيدي بنت ببلد معين يلي في اضطهاد وهيك صار فيها، بس هي ما رح أقول محظوظة، الرب حماها بأنه بقيت عايشة. اليوم قطش الروس أسهل من قطش البطيخ عند بعض الناس. هل تحرك قلوبنا ولا احنا عايشين هون كل شيء تمام؟ الباك يارد تبعي منيح، الجازون عم يخضر، نشكر الله كل شيء تمام، البنشن تبعي عم بزيد بالبنك. لك هو اخوتنا، لك هيدي كنيسة المسيح. هل تحرك قلوبنا؟ بتحرك جيوبنا؟ هل نسأل؟ هل نحب نسأل؟ هل نحب نعرف شو عم بصير بالخدمة حول العالم؟ وأيضا علينا أن نبني بطاعة، علينا أن نبني بطاعة. في البعض هيك بيركزوا كتير على أنه الرب هو حبيبنا وصديقنا وبيحبنا وحبيبي يا يسوع. وأنا أرجوكم يا أحبة سامحوني على وضبي هيك بعض التعليقات، ما تفكروا أني أنا بحب أنت إيد، لا، لكن لازم واحد أوقات يعني يميز الأمور. صرت هالأيام أشمئز من أسمع لسيدي ترانيم جديد، حبيبي 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 حبيبي، لك روح عبده. شو حبيبي؟ ما مش هيك بقول بالكتاب، حبيبي من عراسي وعيني، ايه حبيبي ونص كمان يسوع، بس إلهي وسيدي وبعبدك وبنحن قدامك وبزد قدامك حبيبي، وانت ويا يسوع ويا يسوع ويا حبيبي وعشق ومعشوق فيك وكلام يعني. لا، رجعتي الرب سيادته وخد مركزك عند إجراء، أمين؟
وأنا ما بدي لكم كمان بتمنى يا أحبة هيدا مش من باب الانتقاد أبدا، بس لما بدنا نقدم شيء هيك فيديو عن الخدمة أو بدنا نقدم نشارك بشيء، خلي يكون الترنيمة ما حتى أو الموسيقى بدنا نحطها تكون مسيحية وتكون بتليق، أو لأنوات بالكنيسة هيك بنصير أوقات الموسيقى بتكون شوي مستعارة من العالم. يا ريت يا ريت بضل في 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 ليميت معين لمهابتنا لإلهنا اللي على العرش وبعده على العرش، والملائكه بحضرته مش حبيبي حبيبي قدوس قدوس قدوس. تعرف من ايمتى لايمتى هيدي الترنيمه عم برنموها؟ ما بعرف انا، بس بعرف ما بعرف كثير تفاصيل، بس بالكتاب بعرف انه من اشعياء 6 لرؤيا يوحنا بعده عم بيقولوا قدوس 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 بمحضر الرب. نعم نحن هو حبيبي وهو بيي وهو قلبي وهو، ولكن هو ربي وانا خادمه وانا عبده وانا جندي عنده وعلي ان اطيع. لان لما افكر حبيبي حبيبي ما عليه حبيبي اليوم بل ما ادفع لك بعليه بل ما اروح على كنيستك اليوم حبيبي، بس لما هو سيدي امرك سيدي انا رايح على الكنيسه، امرك سيدي انا بخدمك، امرك هيدا المال مش لالي انا مؤتمن عليه. هل هو رقم واحد في حياتنا؟ هل المذبح موجود ومرمم في حياتنا؟ هل عندك ليك خيي قبل ما تيجي تعطي عشورك او تيجي تحت الكنيسه اول شيء بدي اسالك، هل تقرب وتصلي بالبيت؟ هل عندك حياه عباده بحياتك الشخصيه من دون ما حدا يعرفها من دون ما حدا يراقبها او هل حياتك الشخصيه عم ترضي الله؟ هون بتبلش وعلينا ان نبني بيت الرب. خليني شارككم اليوم لانه قلت لكم اليوم الوعظه استثنائيه لانه عم نحكي عن موضوع مبنى الكنيسه من بعد سنين من تصميد بنعمه الرب من التفتيش. انا صار لي 13 سنه وشوي بهيدي الكنيسه على القليله هيك اذا بتذكر سريعا على القليله عاملين اوفرز على 8 مباني غير اللي شفناهم وزرناهم وما مش الحال. في اخوه كثير اللي كانوا عم يدفعوا وعم بيصلوا ف هذا المبنى موجود هلا وعملنا اوفر عليه والاخوه صوتوا عليه. نشكر رب لاجلكم انه الرب كان معنا ووحد قلوبنا وكان التصويت شبه اجماع. شو مصاريف هذا المبنى؟ حقه 1,200,000، بدنا ندفع داون بيمنت 700,000، بيحتاج لاصلاح يعني خلال اول شهر بنروح او شهرين بقيمه 150,000. هل في شيء ثاني تنطر لبعدين شوية ديكور شوية تظبيط، لكن حتى نقدر نفوت وتكون لائقة. ونحن نفتش على مورجج على رهن على دين بقيمة 550,000 دولار، ونحن عم نصلي ومتوقعين من الكنيسة يكون في تقديمات 150,000 دولار. هل هالمبلغ كبير أو صغير؟ ما بعرف، بعد شهر منعرف إن الله رب. هذا بيعتمد أنتوا بتجيبوا على السؤال مش أنا، كل واحد منا بيجيب على السؤال مش أنا، لأنه إذا جمعنا هذا المبلغ نقدر ندخل المشروع براحة أكبر ومن دون فوائد كثيرة. السؤال منه هل نحن قادرين ندفع ولا لا؟ أسيس نحن قادرين ندفع، البادجت بتكفي، طب لشو عم تطلبوا منا أنه نقدم؟ هل عنا مصاري كفاية بالصندوق؟ هل بيعطونا لون؟ هل عم يعطونا قرض؟ في البعض بيقولوا خلينا ننطر، إذا عطيونا قرض بالقيمة المطلوبة قادرة الكنيسة تدفع؟ لشو أنا بدي أدفع؟ بضل ندفع مثل ما عم ندفع. فالموضوع ما بيتعلق بكل هودي ابدا، لكن الموضوع بيتعلق باشياء اهم من هيك. هو هل انت حابب تكون عندك امتياز تكون الشريك بهذا المشروع وتكون جزء منه؟ هل انت عندك الغيره على بيت الرب؟ على الاقل قد غيرتك على بيتك، مستعد انك تضحي، مستعد انك تو انفست مش بهذه الدنيا، to invest eternally. هل انت مستعد انه تعتبر انه انا بدي اكرم الهي والهي عم يكرمني اني انا اكون جزء من هالمشروع؟ يعني هل بتعتبره هيدا كانك انت عم تخسر شيء اذا اعطيت، ولا بتشعر انه الرب عم يكرمني ونحن ما بنستحق انه نحن نكون جزء من عمل الله؟ شو هي بعض المبادئ الكتابية للعطاء؟ مبادئ الكتابية للعطاء ما لها أي علاقة بقديش معك مصاري. ولما الرب يسأل واحد ليك قديش معك بس جاء وقال له أعطيها الأد، ولا له علاقة بقديش عطوا الآخرين، خليني نشوف البقوة قديش بيعطوا بعدين أنا بشوف قديش بعطي، ولا إذا كنا قادرين ندفع الدين ولا لا. يمكن قادرين ندفع الدين من دون أي دولار من أي حدا، بس مش هذا السؤال. ولا هل هناك حاجة ومحتاجين
نحن نعطي الرب بغض النظر ومنكرمه إذا في حاجة ولا ما في حاجة. ويمكن في البعض منا ولو ما قالوها بفكروا بقولوا في الأخ فلان فلان وفلانة وفلانة هيئتهم معه مصاري أكتر مني فخليهم هن يعطوا. عمل الرب هو امتياز لكل واحد منا غني أو فقير أو معه كتير أو معه قليل. ويمكن أرجوكم هاي يمكن كان لازم حطها بلون تاني حتى تنتبهوا لها. يمكن في كتار بفكروا هل الرقم القليل اللي فيه أعطيه ما رح يعمل أي فرق، مليون ومئتين ومئة وخمسين فهو مليون وثلاثمئة وخمسين وبعدين يمكن فيه أكتر، فأنا بقدر أعطي مئة دولار مثلا أو عشرة دولار أو دولار إذا في شي ولد بيناتنا معه دولار، هيدا ما رح يعمل فرق. بدي لك شغلي يلي عمل كل الفرق بالعطايا وقت المسيح كان موجود على الأرض كانوا فلسي أرملي. ما إجا الرب قال له تعرف شو يا تيتا أو يا خالتي أو ما بعرف شو كان يقولوا للست الكبيرة وقتها، ما هو الفلسين ما بيعملوا شي فرق بالهيكل، وإذا حدا شافك بيضحك عليك وانت عايز تيون خلي لك إيهون. قال له هيك نو ولا قال له بصير معك شي يحرس تعي أدمي، مش عيب تجي تقدمي دولار. بدي لكم شغلي يا حبا، إذا معك دولار بدك تقدمه بس دولار من كل قلبك for the good reason لمجد الله، قدمه هالدولار رح يعمل فرق أكتر من يمكن 10,000 دولار حدا غيرك بده يقدمه. أنا بحكيكم كتاب، ويلي بيعرف كلمة الله بيعرف إن اللي عم بحكي صح. حابب تقدم قليل قدم، حابب تقدم كتير قدم، الرب يباركك. مش واقف من هون نجبر حدا، ولا نحن منحب إنه نقول مثلا فرض إنه مينيموم هالقد أو المينيموم بضميرك والماكسيموم بضميرك، والرب إلهنا يحرك قلوبنا جميعنا حتى نكرم الرب. بالعهد القديم برجع بقول لكم ما كانوا بيقدروا يرنموا مثلنا افتدينا بالدم، ما كانوا بيقدروا، ما بيعرفوا هذا الموضوع، ومع هيك عطوا 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 فوق الطاقة. قالوا لهم خلص ما بقى تعطوا، ما بنعرف شو نعمل باللي اعتطون. الرب يحرك قلوبنا جميعا ويحركنا بطريقة عملية. فإذن شو هي المبادئ الكتابية للعطاء؟ المبادئ الكتابية للعطاء الأساسات للعطاء هو أنه أحلى شيء وأول شيء أحسن شيء للرب. أمين؟ اثنين، بيعلم الرب أنه نعطي بسخاء، نعطي بسخاء. اللي بيزرع بالشح بالشح بيحصد، اللي بيزرع بالبركات بالبركات بيحصد. وبعدين بيعلمنا انه اساس العطاء هو الايمان، نحن نؤمن ان الله بيقدر يسدد. ثلاثة، العطاء بتضحية مثل ما قلنا، تعطي حسب الطاقة. بيقول انا اشهد ايضا عن جماعة سالونيكي، اعطوا، قولوا معي شغلتين، فوق الطاقة ولكن اعطوا انفسهم بالاول. اذا ما اعطيت قلبك للرب عندك صعوبة انك تعطي عمليا. بعدين بيقول المعطي المسرور يحبه الرب. بعدين بيقول انه اساس العطاء هو المحبة، اذا القلب بحب بيكرم، اذا القلب ما بحب لا يكرم. وبيقول انه نزرع ايضا بالبركات. وبيقول بالكتاب، وارجوكم تذكروا هيدا اخر سطر قدامكم، كل كتاب بيقول انك اذا انت عطيت هيدي مش بركة منك، هيدي بركة عليك من الرب. امتياز انك تعطي، امتياز لك انك تشترك بعمل الرب. يمكن خبرتكم الخبرية من قبل، في اخ بلبنان مرة اجا هيك عم يضحك، قلت له شو خير ان شاء الله، قال لي انا فتحت شركة. برافو مبروك، مع مين؟ قال لي انا صرت شريكه للحريري. قلت له شريكه الحريري؟ هيدي قبل ما يتوفى الرئيس الحريري. قال لي ايه، راح اشترى سهمين بسوليدير تبع بيروت، دفع شي 100 دولار، ما هي السوليدير اللي بيملكها الحريري، صرت شريك الحريري. صح وغلط بهذا المعنى، بهذه الصورة هيك بدك تفكر فيها. إلهنا عم يعمل عمل فداء للبشرية، عنده ملكوت عم بيأسسه، عنده نفوس عم بيخلصها من جهنم، عنده كنيس عم بيأسسها، ونحن أنا أعطيت صرت شريكه للرب، وهو مش عايزك، ورح يعمل عمل فيي وفيك وبلي وبلاك، لكن نحن نصير شركاء إلهنا لما نشترك بالعمل بفضله، هيدا فضل منه. وأخيرا يا أحبائي، علينا أن نعطي بحسب وبنسبة ما هو أعطانا، بحسب وبنسبة ما هو أعطانا.
هي الآية موجودة قدامكم هون كورنثوس الثاني 9:15، ولكن شكرا لله على عطيته التي لا يعبر indescribable، مهما توصف ما فيك توصف العطية وعظمة يلي عملها وعطاها من أجلنا الله بفدائنا بدم الرب يسوع المسيح. شو يعني بحسب وبنسبة؟ بتعرف كتير ناس من زمان كانوا يعملوا هيك، ما بعرف إذا هلا بيعملوا نفس الشيء. كان إذا واحد جوز بنته أو ابنه بيحتفظوا بليستا مين قدم قديش، نقوط كانوا يسموهن gifts. الخال قدم مثلا صحن فضة، العمة قدمت خزينة وقت هيك كانوا يهدوا، فلان قدم خاتم، فلانة ما أعرف شرشف. يا أمي احتفظي فيهن هو لأنه بكرة خالك بده يجوز أولاده وبدنا نعرف شو بدنا نهديه. كم واحد منا سامع بالأخبار هيدي؟ ها فرجوني إيديكم هيك الإدم منا هيك الجيل الجديد ما بقى يفكر كتير هيك. بس بنت خالك بدها تتجوز، شو هيدي خالك؟ طقم صحون، روح جيب له طقم كبيات. بنت عمك بدها تتجوز، شو هديتك؟ خزاني خزاني بدنا نهدي أوضة نوم. هيك بتصير بالنسبة. إذا كان إلهنا أعطانا هدية لا يعبر عنها، قيمتها ليست من ذهب وفضة من سيرتنا الباطلة التي تقلدناها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم الرب يسوع المسيح سفك لأجلنا، قدم حياته لأجلنا. لو بعت بيتك وحطيته بالكنيسة ما بتكون عملت شيء كتير، ما معقول تعمل هيك. بس ما حدا يفكر إنه هو عم يعمل شيء لإلهنا. إلهنا هو من البداية للنهاية هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المسرة. أحبائي هلأ في الختام قبل ما تتركوا المكان رح يكون في أخ واقف هون، أخ هون، أخ هون، نوزع عليكم ورقة مثل هيدي. وهذه الورقة بتقول عنوان الكنيسة الصورة لها، بتقول لقد باركنا الرب بهذا المبنى، كن جزءا منه. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. هون في سطر وفي شيء تملأه هون، وعملناها as simple as possible حتى الإنسان ما يضيع بالتفاصيل. أول شيء اكتب هون مبلغ أنت مستعد وقادر أنك تقدمه خلال شهر، لأن إحنا هلأ بدنا نبلش، بدنا الدفعة الأولى لنعرف إدي بدنا ناخد دين، لا مش ناخد دين كبير وندفع عليه رهنيات وانترست. أول شيء خلال شهر، يمكن حالة بقول بس أنا مش هلأ، أنا بالشتوية أو بالخريف قادر أعطي أكتر، واكتب خلال سنة يمكن هلأ قادر أقدم 1000 وبعد سنة قادر تقدم 500 أكتر أقل. أنا عم زدت أرقام، اكتبها. وإذا عندك أي ملاحظة وعندك أي اقتراح كمان عندك سطرين تكتبون، وقطع هيدي الورقة من هون، وجمعة الجاية من دون ما تكتب أي اسم جيب هالورقة وحطها بالصينية لما بتمرق الصينية علينا. بس بدي أطلب منكم شغلتين أساسيات. أول شغلة بليز عملوا أنتوا عم تكتبوا، حكي مع مرتك مع أهل البيت مع ما بعرف مع مين، وعلى فكرة مش كل واحد يأخذ ورقة، بليز كل عائلة تأخذ ورقة، حكي واعطيه مثل ما كنا عم نحكي بنسبة ما أعطانا، بسخاء بكرم بمحبة بسرور بكل هودي. لكن الشغلتين بدي أقولها، بليز 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 بترجيكم التزموا بالرقم اللي بتحطوه، لأن احنا رح نعمل حساباتنا على هذا الأساس. رح نقول جايينا مثلا 100,000 دولار، رح نعمل حساباتنا على الأساس. فإذا أنت يعني بدك تحط رقم، ما حطينا اسماء تنروح عند شخص نقول له بليز يعني امتى بدك تقدم، بأينك وين الرب، بس ما تحط رقم انت مش قادر ومش مستعد تلتزم فيه. والرب يبارككم ورب يتمجد، ومثل ما تمجد رب بهذا المبنى اللي استأجرناه 31 سنه، رب رح يتمجد بهداك المبنى يلي بنتمنى انه يما يجي ابنا ننتقل عليه يما نروح منه للسماء. امين. نحن رؤوسنا بالصلاه.